فخلنا نمشي بس عن المكونات قبل ما نبدا. قهوه القشر هذه مكوناتها اللي هي قشر البن نفسه، البن حق القهوه. حلو. يكون يعني متحمر مشفه نسميه، ويطلع القشر حقه ويتسوى فيه شو اسمه قهوه. بس يعني برضه ممتاز لانه هو البن نفسه يسوي منه قهوه. صحيح. فالقشر برضه قاعد تسوي منه قهوه. إيه؟ هذا شيء يعني مره كويس. حلو. فعندنا قشر البن وعندنا اللي هو التمر. التمر للتحليه. يعني في نوع معين ولا؟ لا عادي اي نوع تمر. أوكي. يعطي يعني حلاوه للقهوه. حلو. نفسها. وزنجبيل، في ناس يحطون يانسون، في ناس يحطون قرفه. حلو. فتحتاجين تسخنينهم صح؟ ايوه. طيب فهنا راح تضيفين المويه. مويه تكون ساخنه احسن. اوكي. تقريبا 4 ملاعق كبيره قشر. فهذا هل يعني في عصير ينباع كذا قشر ال؟ ايوه. ينباع قشر. ايوه. اوكي. نحط فهنا عندنا قشر البن في منطقه عصير ينباع كذا بالحاله بالكاس. ايوه. ينباع عند العطارين. نحط تمام. 5 تقريبا. أنا شفتك أضفتيها هذه منزوعة النوى صح؟ أيوه. إيه فهذا التمر اللي أضفناه الآن من غير نوى. وشوية من شوية زنجبيل. شوية زنجبيل. المفروض نغطيها شوي لما تغلي. المفروض نغطيها؟ أوكي. شوي بس لما تغلي. حلو. طبعًا أنا صراحة أول مرة أشوف القهوة تتسوى زي كذا، وأتوقع كثير بالنسبة لهم هذا الشيء جديد. هو المفروض تسويها في حقة القهوة العادية. لا لا لا، أنا أقصد إن قشر القهوة. إيه. يعني أنا فاهم عليك اللي هو هذه، بس يعني أتكلم فكرة حلوة إن قاعد تستخدمون قشر القهوة. لا مرة. مميزة لمنطقة عسير. فيدو يستخدمونه حتى للنساء بعد الولادة كذا، لما يجون زوارات كذا يجيبون معهم. أوكي. لها يعني مناسبات. أيوة. أيوة. جميل. وبعد الأكل الدسم كمان يشربون. حلو. لازم تغلي. إلين ما تفور. أيوه. بعدين تصبينها على طول. نصب فيها ونحطها في ترمس التقليم. فالآن راح ننتظر هذه تفور عشان بس تبغين الموية تاخذ نكهة الزنجبيل وتاخذ نكهة. أيوه لازم. اللي هو قشر البن وتاخذ نكهة التمر. فيعني التمر بس وقت الغلية ما راح يكون. لا أيوه خلاص يتصفى أصلا، هو يعطي نكهة سويت بتذوقها. أوكي. تحط بس الصفاية. طيب حلو. طيب فالآن راح نقدم القهوة اللي فيها تمر، زنجبيل وقشر قهوة بعد ما فارت شوي وخذت النكهة. طيب تعالي أنت هنا. أوكي. عشان ما. تمام. نغطيها. هذه قهوة قشر القهوة خلصت صح؟ أيوه. تمام. فهذه راح نخليها على جنب. الان راح نقدم معها تبين تصبين القشر. طبعا انا الصراحه يعني لفت انتباهي انك جايبه معك الورد هذا، فايش اللي خلاك تسويها؟ هي العادات الى الان موجوده هذه؟ هو مو موجوده بس انه من التراث يعني، حبيت اني اجيب. عاده يلبسونها الرجال في مناسبات معينه ولا؟ لا هي للزينه. ايه. ولهم الظاهر اسم صح اللي يلبسها رجال الورد. رجال الزهر. رجال الزهر.